الآن السيد الخوئي يقول بأن أمثال البرقي وابن قولوي والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأضرابهم إذا وثقوا توثيقهم يؤخذ به. هذا حسن، لنقف عند هذه النقطة. في موضع آخر ماذا يقول؟ يقول قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة، فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه وأن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة، فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة. يعني التوثيق إما يأتي إنسان ثقة ويوثق شخص مفرد لوحده، أو يقول هذه المجموعة كلهم ثقات. إذا كانت القضية هكذا، إذا لماذا أيها السيد الخوئي لا تأخذ بتوثيق الشيخ المفيد وأنت تقول والمفيد والنجاشي وأضرابهم هؤلاء يؤخذ بتوثيقاتهم، والتوثيق للمفرد وللمجموع نفس الشيء، أنت تقول أيضا هذا كتاب الإرشاد. ماذا يقول الشيخ المفيد؟ يقول ونقل الناس عنه من العلوم، عن الإمام الصادق، ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته، أو لم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء يعني الأئمة ما نقل عنه، ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلت الأخبار ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000 رجل. يعني هنا الشيخ المفيد يوثق 4000 رجل من رواة الحديث عن الإمام الصادق. إذا لماذا لا يكون رجال الطوسي فيه 6000؟ نستخرج 4000 ممن رووا عن الإمام الصادق ونقول بأن هؤلاء ثقات، لأنه وهكذا يقول فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا 4000 رجل. وهذا الكلام شائع ومعروف، ابن شهر آشوب أيضا في المناقب ينقل نفس هذا الكلام حين يتحدث عن علم الإمام الصادق، يقول ينقل عنه من العلوم ما لا ينقل عن أحد، وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا 4000 رجل. بيان ذلك أن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لأبي عبد الله عددهم فيه، عدد هؤلاء 4000. ألم يقل الشيخ الطوسي في أول كتابه بأنه نقل أسماء الرواة الذين ذكرهم ابن عقدة؟ ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك، ولم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السلام، فأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يورده. فلماذا لا يكون ما جاء مذكورا في رجال الطوسي؟ أو لماذا لم يوثق الطوسي هؤلاء الرجال وفقا لتوثيق المفيد وهو شيخه وأستاذه؟ اضطرابات واضطرابات، والخلل لأننا تركنا منهج أهل البيت في التعامل مع رواياتهم ومع أحاديثهم.